نبدأ بالسؤال الأول. يقول: أثناء البيات الشتوي تدفن بعض الضفادع نفسها داخل الطين فتتنفس عن طريق. الإجابات عندي: الرئتين، الجلد، بطانة الفم، الخياشيم. طبعا لو جينا احنا إلى الشرغوف وهو صغير الضفدع أو الطور اليرقي، طبعا راح يتنفس عن طريق الخياشيم، عن طريق الخياشيم وكذلك عن طريق الجلد. بينما لو جينا إلى الضفدع البالغ راح يتنفس إما عن طريق بطانة الفم، إذا بطانة الفم، وكذلك الرئتين. الرئتين إذا هذا خيار واحد، بطانة الفم، اثنين الرئتين، وثلاثة أيضا الجلد. ثلاثة الجلد على اعتبار الجلد رقيق ويحتوي على كمية كبيرة من الشعيرات الدموية. الآن هو يسأل الضفادع يعني معناته مو شرغوف، بالتالي أكيد راح نبعد من الخياشيم، راح نبعد من الخياشيم. يبقى عندي الرئتين، الجلد، بطانة الفم. بالنسبة إلى الضفدع إذا كان في الوقت العادي فهو يتنفس بالثلاثة، بطانة الفم والرئتين وكذلك اللي هو الجلد. لكن لما يكون مدفون في الطين وفي البيات الشتوي، فبالتالي هو جميع أنشطته الحيوية ضعيفة جدا، فبالتالي وغالبا يكون مدفون بالطين، يعني ما بيكون الهواء بشكل كبير موجود، فإنما الهواء ذائب في الطين ما بين حبيبات التربة، فلا يستطيع أن يفتح الأنف أو فتحات الأنف فيدخل مثلا الطين. فدائما دائما في البيات الشتوي يستخدم الضفدع الجلد لعملية التبادل الغازي وتكفيه، يكفيه الأكسجين الذي سوف يتم الدخول عن طريق الجلد لأنشطته الحيوية الضعيفة. بينما في الوضع الطبيعي وغالبا في وضع النشاط لا، فهو يستفيد من الجلد وكذلك من الرئتين وبطانة الفم. فهنا في الحالة هذه ما دام انه هو في البيات الشتوي راح يكون الجواب أكيد الجلد.